قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم يصلونها أي يدخلونها ويعذبون فيها ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وهنا ذكر الله تبارك وتعالى ثلاثة أنواع من العذاب. العذاب الأول أنهم محجوبون، العذاب الثاني أنهم صالوا الجحيم، العذاب الثالث التوبيخ الذي يأتيهم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فيتحسرون حسرة عظيمة لما فاتهم ولما سيلقون. نعم.